السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سنكمل في موضوع توقف نتورك دائما، وسنتحدث عن البريدج. في البريدج كما قلنا ممكن نعتمد على الديفولت وهو الدوكر زيرو، أو ممكن نقوم نحن بإنشاء كاستوم بريدج خاصة بنا أو نتوركس خاصة بنا نعطيها أسماء، وسنرى الفرق ما بين الدوكر زيرو وما بين اليوزر ديفايند. إذا شرحنا سابقا موضوع الهوست، النون هات هي يعني هنا لسنا بحاجة إليها، فقط هاتي تقوم بعمل isolate كلي للكونتينر، فلا تستطيع أي كونتينر أخرى التواصل معها ولا حتى من خارج الدوكر هوست، أيضا لا يستطيع الوصول إليها، ستكون منعزلة بشكل تام. نأتي هنا على البريدج، نأتي هنا على صورة معمقة أكثر أو أوضح. إذا هنا عندما نحن نستخدم الديفولت بريدج سيتم إنشاء لنا هنا هاتي network docker 0. لو نأتي هنا على command line ونعمل IPA نلاحظ لدينا هنا هذا الدوكر زيرو، إذا البريدج ستعتمد على هذه النتورك هنا، أو حتى لو نكتب يعني if config نصعد إلى الأعلى قليلا نلاحظ هنا لدينا الدوكر زيرو. إذا عندما نحن نستخدم هنا البريدج وعندما نقوم بإنشاء كونتينرز كما قلنا، إذا لم نقم بتحديد ما هو النتورك سيتم الاعتماد على الديفولت وهي الدوكر زيرو هنا. إذا الكونتينرز هذه التي تعتمد كلها على الدوكر زيرو هنا أو على البريدج على الديفولت ستقوم جميعها بمشاركة البورتس الخاصة بها. يعني لو كان لدينا هنا هذا الكونتينر شغال على 5000 على البورت 5000، وهنا هذا الكونتينر أولا عندما نقوم بإنشائه لا نستطيع أن نستخدم نفس البورت لأنه هناك كونتينر آخر يستخدم هذا البورت، فمثلا نقوم بإنشائه على البورت 3000. الآن الكونتينر هذا سيستطيع أن يتواصل مع هذا الكونتينر بدون أي مشاكل. إذا نأتي الآن هنا على العملي، طبعا ممكن دائما تعود هنا على الدوكيومنتيشن وتقرأ معلومات أكثر حول هذا البريدج نتورك مود، وأيضا ترى يعني ما الفرق بينه وما بين اليوزر ديفايند. إذا لو نأتي هنا أول شيء سنقوم بعمله وعمل install، نعمل sudo apt-get install bridge utils. إذا هذه ستسمح لنا باستخدام هذا الأمر. هذا الأمر هنا سوف يظهر لنا البريدج نتوركس التي عندنا، كما نلاحظ لدينا هنا الدوكر زيرو، وأيضا سنستطيع من خلال الانترفيسز نرى ما هي الكونتينرز أو نرى كم عدد الكونكشن التي تستخدم هذا البريدج نتورك مود. إذا سنعود على هذا الأمر بعد قليل. الآن نقوم بإنشاء حاوية دوكر، إذا نعمل دوكر run minus d، لدينا هنا النيم سنعطيها server 1 حتى يسهل التعامل مع أسماء الكونتينرز، وأيضا نقوم بإنشاء server ثاني يعني في حاوية دوكر ثانية، نعمل هنا دوكر ps. إذا لدينا هنا الكونتينر الأول، لدينا هنا الكونتينر الثاني. كما قلنا باي ديفولت عندما نقوم بإنشاء كونتينر ولا نقوم بتحديد أي نتورك يتم الاعتماد على الديفولت التي هي دوكر زيرو. حتى نتأكد من ذلك سنعمل هذا الأمر بريدج CTL show. نلاحظ الآن دوكر زيرو عليها two interfaces، هذا الانترفيس الأول وهذا الانترفيس الثاني. نحن قمنا بإنشاء two containers. لو نقوم بإنشاء واحد ثالث بهذا الشكل، لكن هذه المرة سنعتمد على الفلاسك سيرفر. إذا فلاسك سيرفر بهذا الشكل، ونأتي هنا على الكوماند من جديد. أيضا نلاحظ هنا أصبح لدينا 3 انترفيسز، إذا كل هذه الكونتينرز هي تستخدم نفس هنا البريدج نتورك مود. أيضا ممكن نقوم بعمل docker inspect، وهنا لدينا بريدج. إذا نلاحظ هنا الكونتينرز أو نلاحظ هنا ما هي الكونتينرز التي تستخدم هذا البريدج هنا نتورك مود. إذا لدينا هنا الكونتينر الأول S1، لدينا هنا S3، ولدينا هنا S2. إذا كلها تقوم باستخدام نفس البريدج نتورك مود. إذا هنا لو نقوم بالدخول على أحد هذه الكونتينرز، إذا سنعمل docker exec، نعمل هنا minus it. لو نأتي مثلا على الS1 ونعمل هنا على الشل، ندخل على الشل
لو نعمل هنا docker inspect للS2 على سبيل المثال فقط حتى نعرف ما هو الـ IP address. إذن هذا هو الـ IP address موجود هنا 172.17.03. لو نأتي هنا على S3 سيكون 4، إذن 172 هنا 17.04. ولو نأتي على S1 سيكون إذن هنا لدينا 2 فقط الاختلاف، إذا لدينا 2 3 4. إذن لو نأتي هنا نقوم باستخدام الكيرل على سبيل المثال، نحتاج أن نقوم بعمل له install من خلال هذا الأمر apk install curl. أوكي، ربما لدينا مشكلة ما install أو add ليس install. إذا سيتم هنا تصطيب لنا الكيرل فقط، يعني حتى نستطيع أن نقوم بإرسال requests هنا من الترمينال مباشرة على بقية الكونتينرز. إذا لدينا هنا curl version. أوكي curl، ونعمل curl google.com. أوكي لم يتم تصطيب الكيرل apk add curl. اوكي تم الان تصطيب لنا الكيرل. اذا لدينا هذا الاصدار السابع. اذا لو نعمل الان كيرل على كما قلنا نحن هنا البورت او عفوا الاي بي ادريس الموجوده هنا، اذا لدينا 172 دوت 17 دوت 0 دوت 2 ولدينا هنا البورت 3000. إذا لدينا هنا بينج بونج، لو نأتي مثلا هنا على 3 هنا أظن هذا السيرفر الثاني أو كونتينر الثاني، أيضا نلاحظ هنا يتم عملنا بينج بونج. نأتي أيضا على 4 وهو السيرفر الثالث، هنا هذا خاص بفلاسك أظن. أوكي نتأكد فقط، لدينا S3. اوكي اذا هنا 472.17. هنا لماذا لم يتم عمل لماذا هنا الكونكشن ريفيوزد؟ بسبب البورت. هنا سيرفر الفلاسك هو يشتغل على البورت 5000 مثل ما قمنا بعمله هنا. لو نأتي هنا على فلاسك ديمو، نأتي على دوكر فايل، نحن نقوم بعمل اكسبوز لهذا البورت نمبر 5000. اذا هنا لو نقوم بتجربة 5000 نلاحظ هنا يتم ارجاع لنا هلو وورد. الآن لو نجرب شيء مغاير مثلا هنا 5، نحن ليس لدينا بعد هذا الكونتينر كما نلاحظ هنا لن يكون لدينا أي response، نلاحظ fail to connect على هنا هذا الـ IP address وعلى هذا الـ port number. إذا نحن بهذا الشكل يمكن أن نتواصل مع الكونتينرز التي هي في نفس الـ bridge docker 0. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، نلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.